فوالا بالشاشيه واللبسه العربي هكا والجبه والشغن سبيسيال نتاع التوانسه اللي يقعد ديما مميز في العالم كامل. نستقبلوا ماهر الهمامي. مرحبا بك ماهر، ان شاء الله ما تكونش متغشش هكا مع سخانه الطقس وكل. لا لا لا، انا كي نجي نسمه ديما نكون فرحان، وخاطر ديما نجي يفرحوا بيا الناس الكل ومعطيت بجايه الناس. يعيشك، مرحبا بك. اذا ماهر، خلينا نحكيو نبداو من الاخر، نبداو من المشكل مع مهرجان تستور للمالوف، وما وقعش برمجتك رغم انك ولد معناها ولد الجهه ونورمالمون عندك ما تقول في المالوف. اي هو كي تجي تقول دوره ما تبرمجش عادي، دورتين عادي، تولي ثلاثه سنين وجرت بعضها ما تبرمجش توجع برشا الحكايه. سورتو انا النوع اللي نعم فيه يتماشى مع نوعيه المهرجان، اختصاص المهرجان اللي هو المالوف والموسيقى التقليديه. حاجة أخرى اللي نقدم فيه أنا المالوف الفيرسيون تاع تستور، خاطر احنا في تونس عندنا بليزيوغ لي فيرسيون برشا، هي المعروفة الرشيدية، لكن فما فيرسيون خاصة بها مدينة تستور اللي اختلاف كبير إيقاعا لحنا، سرعة يبدا يمشي من البطيء للأسرع، ما فماش برشا موزيكا، فما الأكثرية غناء وقوالة وردادة موشحات صحيح، فما برشا اختلاف. هذه اللي أنا عملته نخدم عليه. الهيئة هذه ملي هي شدت المهرجان هنا بربي، نحب نستثني مدير المهرجان، راه مدير مهرجان موسيقي وعازف وخدم معايا واصحاب واستاذي وجيران، هما كل جيران. لكن فما تحس فما ايادي هي اللي ما تحبش ماهر الهمامي يكون موجود، ومش ماهر الهمامي برك، عندنا فرقة الشيخة، احنا عندنا رمز الجامع في تستور، الفرقة الشيخة رمز زادة ماهيش موجودة، العام الثالث على التوالي مش موجودة، عندنا نوادي تكون في الأطفال في المالوف ماهوش موجودين. تحس حاجة غير عادية، فما حاجة غير عادية في المهرجان. فما ومدير المهرجان موسيقي هو اللي يلزم يكون يدافع، ونحسه أنا نعرفه شخصيا الأستاذ شكيب فريني وقعد يدافع. لكن فما ناس دخلاء على الميدان، نأكد لك فما ناس في الهيئة اللي عمرهم ما دخلوا المهرجان، دخلوا له كان في الدورتين هذوما من شدوا المهرجان. عمرهم ما مشوا للمهرجان. وما يعرفوش وعمرهم ما قصوا تذكره ولا خذوا اشتراك ودخلوا مهرجان. لكن كي تحس ثلاث سنين في جرت بعضهم، شنو عندك انت؟ عندك مشكله معايا انا ولا مع ولا البرودوي اللي نقدم فيه انا والمهرجان؟ رغم ان مهرجان تستور معروف انه معناها في كل دوراته يسعى انه سهريه على الاقل، اذا ما كانتش سهريه الافتتاح انه تاسسها اولاد الجهه كما العاده دابت في زاد مهرجان بوزاره الدول. لا بتاتا اختي، لا افتتاح لا اختتام، ما عادش فرقه من تستور. انت شوف تو ثلاث سنين افتتاح واختتام، تقال الفرقه القوميه الفرقه الوطنيه، هاو تولوا مطربين. شوف السنه انت وزاد حاجه اخرى اللي هي اخطر وخطيره برشا، راه مهرجان تستور خرج على السك، ما نقولش بدا صحيح خرج، انا نقول لك تشوف الانماط الموسيقيه، الموسيقى اللي دخلت، انا مانيش ضد حتى نوع من الموسيقى، لا الراي لا الموسيقى الشعبيه، لكن هو من اسمه ظاهر مع مهرجان تستور للمالوف، ظاهر للمالوف والموسيقى التقليديه العربيه. انت ايش تدخل انماط اخرى نسمي انا من خاطر صبري مصباح ريان يوسف للمسرح يدخل، باش تقول لي تنويع؟ اعمل كما كانوا يعملوا قبل، كانوا يعملوا على الهامش المهرجان، كانوا مهرجان خصوصي بعد العروض الرئيسيه، بعد تعمل جمعه هامش، اعمل جيب اللي تحب ملكك با، كم ندخلوا احنا الفن الشعبي وكل شيء باش سي. انا برشا تعليقات نقرا فيها على الفيسبوك، ناس تطلب منهم قالوا نحيوا اسم مهرجان المالوف، سي ما عادش خصوصي سبيسيفيك، ما عادش انا نتحمس فيك في الكلمه ذي، ما عادش مهرجان المالوف. باش تقول لي ليه ها فما في البرمجه فما مسابقات تعهوات، حتى دار الشباب تنجم تعملها البرمجه هذه، نحكي على الفرق المحترفه، خاطر وكان تقبل مهرجان المالوف يتعدى في المباشر افتتاح واختتام، كانت ناس تخدم كرهبة من تونس ومن البلايص الكل يجي يحضر لك الجمعه كامله مهرجان تستور. تولد عندك اوتيل نزل هكاك راك تشجع باش العباد تجي. لكن انت ماهر كنت حكيت وقلت انك حكيت مع مدير المهرجان شخصيا، واللي هو نورمالمون ليه بالبرمجه، وهو معناها الديسيدي هو اللي في الاخر اللي يقرر على البرمجه. انت حليت لي باب، انا حبيت نحل مقبليك انه في ندوه صحفيه الدوره هذه تذكر سالوه على ماهر الهمامي علاش غاب.
سامحني شكيب باش نقولها، ما انا وياك صحاب يلزمني نقولها. كنت قلت لي انا طلبت 17000 دينار. انا ما طلبتش 17000 دينار، علاش شكون انا باش نطلب 17000 دينار؟ طلبت 17000 دينار في الدوره 50، وشكون فيها؟ كانت فيها اسامي كبيره، لطفي بوشنيق، شكري عمر الحناشي، وفرقه الفنان محمد الغربي. كنا حابين ناسسوا سهره كبيره تناسب مارجن ستور. يبقى ما شفتوا انا في الدوره اللي بعدها جا لطفي بوشنيق برقم خيالي. يعني شو معناتها؟ شفت علاش قلت لك انا فما حاجه غير عاديه؟ يعني انت ترفض انا نقدم لك حاجه بسعر مقبول ومعقول، ويكون الانتاج انا ولد بلادك. وبالعكس مشيت معاه قلت له يا خويا خذوا العرض اداره المهرجان، سميه ما نساش من انتاج المهرجان، وانا نكون مشارك عادي ما نساش فيه. لكن يرفض، ديما يرفض. السنه انا عندي عامين ما اتصلتش بيه، وما نتصلش بيك انا، ما نتصلش انا. انا يلزمني نكون مبرمج كل عام، ما نقولش كل عام، يلزمني مبرمج. انا ولد البلاد، دارنا هذه كان اتصل بيا مندوب ثقافه بيجا قال لي اجا شارك في مهرجاننا بطريقه مدعمه. قلت له لا سيد مندوب سامحني، ما نحبش الحكايه هذيك، خاطر ما نحبش حد يشدني من يدي ويدخلني لدارنا. انا مهرجان تستور دارنا، انا ملي 5 سنين وانا على الركح. سي ماهر الهمامي، انا نحب نسال خاطر اليوم ما نسالش كيما نحكيو على انك ما تبرمجتش والاستياء نتاعك، خلينا نحكيو على المشروع انت اللي قدمته للهيئه المنظمه نتاع تستور. هل انك قدمت مشروع جديد؟ فما اغاني جديد معناتها توزيع جديد؟ فما حاجه جديده؟ بالك شي هذا ما المشروع اللي قدمته انت ما يتماشاش مع رؤيه المنظمين؟ لا لا، شو نقول لك بالنسبه للمالوف ما فيهوش جديده، المالوف سي المالوف. نحكي تجديد في هاو شنو هو التجديد؟ احنا اللي في البروجي في المشروع مش في المالوف. احنا جبنا الفيرسيون القديمه اللي هي اون 1609 تعملت، والعرض اللي عملته نهار 6 جوان في مدينه الثقافه هو بيتو. هو بيدو سميناه الملوفجيه. الملوفجيه كانوا يقتصروا على 5 من الناس، آلات الطار، الدربوكه، النغارات، الرباب، والعود التونسي. دونك انت قدمت المشروع هذا نتاع الملوفجيه؟ ما نقدمش انا اختي، ما نقدمش. انت تجتهد مدير مهرجان، تعرف لي السيده ذاك اختصاص مهرجان، كيف ما هو قاعد يتصل ومدير اخرين يتصلوا باصحاب الاختصاص يلزمه هو يجيني. انا مانيش نكره ولا جاي في الميدان هذا، انا عندي فوق 30 سنه نخدم في الموسيقى التونسيه والمالوف، وهو مدير مهرجان كان يخدم معايا عازف، نخدموا مع بعضنا اصحاب، اصحاب يعني يعرفني. وقدمت لك المره الاولى والمره الثانيه تولي سامحني بين قوسين باش تطيح قدر، كان كل عام نطيح نجيب لك دوسي وانت نجي وانت ترفض، نجيب لك دوسي وانت ترفض. يعني سنين انت ما قدمتش دوسي ولكن انتظرت انهم يعيطوا لك. بالضبط علي، اذا كان هم متابعين للساحه يشوفني انا شعملت في رمضان 3 شهر التالي ولا شهرين يلزمك تعيط لي مباشر. حتى عرض مدينة الثقافة زاد كان عرض ممتاز. احنا لاهين احنا توا نتابعوا في الصور، لكن هيد خلينا نرجعوا باكستري في اكثر تفاصيل فيه الشعر، فيه الميزون سين، وفيه اكيد برشا مالوف. خنشوفوا الاكستري وراجعين. يا اهل العقول الذكية يا ربي ما يعني بن سالم زي الوهرة البرقين مع الصحبة، سيدي عبد القادر وسط البلاد يلم العباد، يلم العباد حلو يلم العباد، وخلي عاد سيدي بولبهي يقولوا لي في البركة عاين بالحياة ويامها بالحب ترضى شرعها وحكامها، وتقول غدوة شمس بعد ظلامها والروح لها تبوح ما تخافيش. اش الحياة لو غاب عليك غرامها، انسي الملام والحب ما تنسيش. وش ما توي لو من راس العقباش ما توي، يوم الراس العقباش ما توي لو قالوا للعريان وسيد عقيل. و
فوالا كان هذا اكسبري من عرض الملوفجية اللي صار نهار 6 جوان في مدينة الثقافة. كما كنا نشوفوا فما شعر، فما ميزون سين، فما القاعدة العربي متاع دستور، وكما قلت انت العرض يتراوح بين الجد والهزل. دونك الشعر كان يحكي على الأولياء الصالحين، فما التامبر سبيسيفيك متاع دستور. سمهر الهامين احنا قبيله في الاف كنا حكينا شويه، قلت حتى فما بعض من الفنانين المعروفين في الجهات ما تبرمجوش، وكانه فما كل مقاطعه صارت لاولاد الجهه اللي هما متخصصين في المالوف. اي بالنسبه نحكي على تسلور انا على المهرجان، هذا نحكيو بيانسور على المهرجان. فما مطربة عايدانياتي، زاد عايدانياتي تغني النوعيه اللي نغني فيها انا نفس الشيء، ما تبرمجتش زاد. وقلت لك احنا عندنا سمبول في تسول الفرقه الشيخه بخطاء هالفنيه، باش يقول لي هو موسيقي ونفهم وكل صحيح، الفرقه الشيخه مستواها صحيح، اما سي تان سمبول ما تنجمش تستغنى عليه. الفرقه الشيخه من الحاجات ونتصور تجيب جمهور على خاطر اكيد عندها جمهور. احنا عندنا عروستنا في تسول ما تعملهم كالفرقه الشيخه، اللي ما يستعملش فرقه الشيخه في عرسه يتسمى عيب عليه. العروس يخرجوه بالطبيل وبالملوف، نقولوا احنا نهار العرس يجوا الحمام بالطبيل وبالملوف، نهار في الليل، يعني حاجه داخله فينا، حاجه ضروريه. فرقه الشيخ ما تبرمجتش، باش ما نقولش نحكي على روحي انا، كي تجي تلم هذوما الكل ترى فما حاجه غير عاديه. اقصاء اقصاء، علاش؟ ما نعرفوش علاش. ما يجاوبكش، ما يكلمكش، ما يقولكش علاش. قول علاش ما فما حد شيء. ما هو في الكونفرنس قال انك طلبت مبلغ مالي معناه يفوق ميزانيه ال لا ما فهمناش ما طلبتش ما طلبتش هذه، طلبتها في الخمسينيه وفيها قلت له فيها لوتي بوشناق وفيها في شكر عمر كونسيبسيون اخرى وفرقه كبيره فيها فوق 30 ومحمد وبشير الغربي اكبر ناس تعزف في تونس. يعني شو بالعكس جبتهم لك عباره بلاش فلوس بيجي وكذا. وفي الخمسينيه كنا كل عرض في الخمسينيه وما تبرمج حتى شيء. توا 3 سنين ما فماش ماهر الهمامي في مهرجان دستور للمالوف. ماهر ما نعرفش اليوم، خلينا اليوم ما فماش مهرجان دستور للمالوف، شنو فما؟ فماشي عروض في الصيف؟ فماشي شنو مبرمجين؟ فماشي حاجات جديده باش تعطي الاسواق للجمهور يسمعوها؟ ما نعرفش. الحمد لله احنا قمنا قبل عرض المدينه هذه عملنا مهرجان سبيتلا، ان شاء الله عندنا القروان، مهرجان الحريريه، مهرجان السمعه ان شاء الله عندنا. الحريريه هوني في تونس. هوني شفت الحريريه يحبوا يسمعوا الملوفه. ليس الكل راه يحبوا يسمعوا. انا نقول لك حاجه، هذا موروث موسيقي تونسي نحبوه برشا وما يلزموش يندثر. انا ما نتلامش كي ما يبرمجنيش مهرجان فلان وفلان وفلان. انا نتلام خاطر اختصاص. اختصاص كي جيت نغني انا فن شعبي ونسمع فما مهرجان فن شعبي ومميز دعنيش تغيضني نفس الشيء. هذا اختصاصي، هذا وين مش نغني ملوفا في مهرجان الدلاع مو مهرجان الملوف بطبيعه. هي اختصاص وهذه اختصاص. والاداء اللي يزيد يوجعك تشوفه ورا ظهرك تشوف العروض المبرمجه لا علاقه لها بالملوف، ما عندها حتى علاقه. نكمل نواصلوا في العروض. ان شاء الله عندنا سفره الاردن نهار 5 سبتمبر في المشاركه في مهرجان كبير غاديكا، وفي سبتمبر عندنا عرض في مدينه الثقافه، ما نحبش نقول متظاهره كبيره وكبيره بالكدا ان شاء الله يوم 29 سبتمبر ان شاء الله. ومازالت العروض ومازالت البرمجه مازالت. واحنا نفرحوا برشا كي نلقاو فما برشا عروض، لانه هذا دليل على انه التونسي اليوم بالحق مازال شادة تصحيح في الموروث الموسيقي نتاعنا التونسي القديم الاصيل اللي بالحق لازمنا نحافظوا عليه. وبالنسبه للاستنكار نتاعك والا الاستياء نتاعك للبرجه اللي ماكش موجود فيها بالنسبه لمهرجان دستور المالوف، ان شاء الله يكونوا المنظمين تفرجوا وشافوا ويجاوبونا على شلون نفهموا الحكايه، لانه قاعدين نسمعوا فيك زاد ماناش نسمعوا في الرد نتاعهم. عادي انا اللي قلته الموجود اللي وسي ماهر الهمامي اليوم بالحق معناتها مهم برشا انه نعملوا عروض من نوع هذا كما شفناه في مدينة الثقافة الميلوفجية، لأنه حتى فما بعض التفاصيل المهمة اللي احنا يمكن ماناش مختصين في الموسيقى ما نفهمهمش، أما قبيلة تفسر لنا واحنا نتفرجوا على الدربوكة الفخار، على كيفاش متى فما ديزانسترومون معينين يكونوا موجودين وقت اللي تبدا فما قاعدة نتاع مالوف. بيان سور احنا فما حاجة أخرى زدناها اللبسة، أنت كانت تفرج العرض عرض الميلوفجية تخيطت لبسة سبيسيالمون للعرض هذا، خاطر احنا حكينا على فترة اللي هي تبدا من 1609. فما باحثين اللي هو الدكتور انيس
أنيس المدب اللي هو عاوني في البحث هذايا، وخذينا بعض الصور النادرة جدا على اللبسة اللي كانوا يلبسوها. وفما شكون خيطنا اللبسة ذي نسيش سمي أصيل في البحيرة، يعني اختصاص خيطنا لبسة كيف هي بالضبط. صرفنا عليه العرض ذي جسمه حتى في القاعدة، ما كانوش يقعدوا على كراسي، شوف التصاور، يقعدوا على دي كانابي، يا دي كانابي يا دي حجر، احنا عملنا دي كانابي اذكر شوي فوالا. كانت تنسى تقعد، اما تقعد وراهم بالضبط بالسفسيري والسترة، وكانوا يقعدوا في البطحة هذه البطحة والحوانت محلولة. أكل جاك تشوف الصور، فما القشاش بي، فما النواوري على اليمين وعلى اليسار. أجواء عملتها كهنا إحنا البطحة متحت السور، جبت حطيتها في تونس، حطيتها سوغ سين، وهزيتنا العام 1906 1609، وان شاء الله 1609 ولا 1906 1609 وان شاء الله هي في الدورات في العروض الاخرى ماشي، ونقدم بالسنين بعد باش ندخل بين العربي، بعد باش ندخل الكمانجا، اما الكمانجا مش الشده الواقفه، الشده الاخرى. فما برشا اللي تبدا تدخل بشويه بشويه، ومن بعد تدخل المجموعه الصوتيه. يعني انا عامله ملوفجيه هذيا مش تعرض اليوم ولا غدوه، باش يتواصل، فما كونتينيتي، فما بحث كبير، فما بحث كبير، وحتى على مستوى الاختيار في الاغاني زاد. اكيد يعطيك الصحه، وخاصه انكم كل مره تختاروا مده معينه معناها وتجسموها سوغ سين. يعطيك الصحه ماهر الهمامي. حبيت شكر كبير للناس وخاصة التساترية اللي يساندون على الصفحة، على صفحتي خاصة. وشكرا نقول لهم برشا برشا، بل بالعكس أكدوا توا كلمة عكس اللي كلمة قالوا ماهر ما يجيوش لعبيد تستور، بل بالعكس الميساجات اللي جاتني نشكر أهالي تستور برشا برشا. الحمد لله، يعطيك الصحة ماهر، وإن شاء الله بالتوفيق في جولاتكم القادمة إن شاء الله.